الأصدقاء الذين هم الآن جالسون هنا كثرة، لكن هل هذه الكثرة عملها بقدر كميتها؟ هذا موضوع تساؤل. الواقع أن الإنسان الذي يريد العمل يتمكن من العمل الكثير، ويجب على الإنسان ألا يعوقه ويعوقه أي شيء من الاستمرار في العمل. إذا الإنسان أخذ الهدف ومشى إليه يصل، أما إذا ما مشى أو لم يكن له هدف في الحياة أو كان مترددا في الهدف، هذا الإنسان لا يصل. شيء واضح. أنا أتصور هؤلاء الأصدقاء يجب أن يعملوا أكثر حتى يكون عملهم بالمستوى اللائق، أما يعملون قليلا فهذا ما لا ينجح أو لا يصلون. الآن بعد الشهر تقريبا، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، في هذا الشهر أنا أتصور لازم هؤلاء الأصدقاء كلهم ينتشرون في الحسينيات والمساجد وما أشبه، ويخدمون ويبلغون ويتكلمون وينصحون ويرشدون، لأن هؤلاء الأخوة كلهم طلبة. ومو لازم الإنسان يصير عمره 50 سنة أو 60 سنة حتى يبلغ. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم ضرب مثالا للشباب المؤهلين للعمل. أنقل لكم 3 قصص من شباب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولعل كثير منكم سامعين هالقصص، لكن الكلام في التطبيق مو في السماع. أحد الشباب انتدبه رسول الله وهو في مكة المكرمة، بعده لم يهاجر إلى المدينة المنورة، انتدبه أن يذهب إلى المدينة ويرشد الناس ويهديهم إلى الإسلام. وهذا الشاب اسمه مصعب ابن عمير، عمره 17-18 سنة. هذا الولد راح إلى المدينة ودعا الكفار إلى الإسلام، مو أنه كان ذهب إلى المسلمين وقال لهم صلوا وصوموا، قال لهم تعالوا واتركوا دين آبائكم وصيروا مسلمين، وصاروا. هذا الشاب كان يوميا يروح إلى بيت ويهدي لشباب، شاب شابين 10 20 50 60 100. ولما هاجر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة المنورة، لم يكن بيت في المدينة إلا وفيه مسلم أو مسلمون ببركة هذا الشاب. لكن هذا يحتاج إلى العمل. أما صبح نتريق وظهر ناكل غدا وبالليل عشاء، فرد درس روتيني نقرأ، فرد مجال ضيق نمشي ونروح ونجي، هذا لا ينتهي إلى شيء.
هذا يحتاج إلى العمل المستمر الدائب، يعني أن يكون هدفك العمل، يعني يومي صبح تفكر من تهدي. إحنا الواجب علينا أن نهدي الكفار إلى الإسلام. المشكلة حتى المسلمين هؤلاء ما نتمكن من هدايتهم، لأن إحنا ما نفكر في هذا الشيء، أو نفكر تفكير بعيد أو تفكير مو جذري أو ما أشبه. هذا شاب اسمه مصعب ابن عمير. شاب آخر، النبي لما فتح مكة، مكة ذلك اليوم كطهران هذا اليوم، يعني عاصمة، وفرد عاصمة، عاصمة الأشراف مكة، كلكم تعلمون في مكة القبائل، رؤساء القبائل، الأشراف، الشخصيات في الكعبة المكرمة، كان منصوب فيها 360 صنم ل 360 قبيلة. شوفوا أي مدينة كبيرة والضخمة هذه المدينة وشخصية. النبي لما فتحها صلى الله عليه وآله وسلم جعل الحاكم عليها شاب عمره لا يتجاوز 20، اسمه عتاب ابن أسيد، يدير مدينها، يعني يطلب بيدك قوم، هذا هو أدرها. وتدري إدارة المدينة مش سهل واقع، إدارة بلد مش سهل، خصوصا مدينة الأشراف والشخصيات، وكانوا إلى أول بارح يحاربون رسول الله وأقطابهم وصناديد. شاب عمره لا يتجاوز 20، اسمه عتاب ابن أسيد، والنبي لم يجعل له لا حامية لا جيش لا شرطة لا سلاح أي شيء، فوض بكفاءته المدينة، هذه المدينة يعني مكة، وقرر له كم؟ قرر له كل يوم 4 دراهم، هذا هو خلص 4 دراهم، تدرون ايش كثر؟ يعني 4.5 مثقال فضة، يعني مثقالان من الفضة كل يوم، هذا معاشك بعد أجر البلد. لكن هؤلاء أصحاب رسول الله كانوا حقيقة أبطال وحقيقة شخصيات، صغيرهم وكبيرهم، كبيرهم لا يقاس وصغيرهم جمرة لا تداس. وقال أن هذول كان عندهم همة واهتمام، نحن همتنا أشياء روتينيات، الأشياء الروتينية لا تصل إلى نتيجة، دائما لازم يكون إنسان حميم عاقل مفكر عامل حازم، يتنفذ يروح يصلح يرشد، لازم هالشكل، ولا ناس عاديين وخلاص، ناس عاديين ناس عاديين عاديين. هذا الشخص الثاني، الشاب الثاني. الشاب الثالث، الروم في زمان الرسول مثله مثل أمريكا، لأن البلاد الإسلامية يعني المدينة المنورة وحواليها كان في طرفيها دولتان قويتان، دولة الروم من الغرب ودولة الفرس من الشرق، مثل الاتحاد السوفيتي وأمريكا. والروم والفرس ذلك اليوم أكبر من الاتحاد السوفيتي وأمريكا. لماذا؟ لأن في هذا اليوم أكو بريطانيا أيضا، أكو فرنسا أيضا، أكو الصين أيضا، أكو الهند أيضا، أكو عشرات الدول. لكن ذلك اليوم الدولتان المرموقتان القويتان اللي ماخذين نصف العالم كل دولة، فرس من ناحية الشرق والروم من ناحية الغرب، يعني أعظم من أمريكا في هذا اليوم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم جهز جيش لمحاربة أمريكا، وجعل على هذا الجيش من؟ شاب عمره 17 سنة، هذا رئيس الجيش، اسمه أسامة كلكم تعلمون، وجعل تحت لوائه أكابر الصحابة وهيأهم لغزو الروم. والنبي توفي صلى الله عليه وآله وسلم، ما استشهد، وبعده أبو بكر نفذ نفس جيش أسامة،
يعني بقيادة أسامة أيضا، قال أن رسول الله فعل هكذا فنحن يجب علينا أن نفعل مثل فعل رسول الله. فنفذ الجيش بقيادة أسامة، أسامة راح وفتح المكان اللي عين الرسول له، حتى القسم من الصحابة كانوا يطعنون في أسامة، يقولون شنو هذا أمير فرد ولد 17 سنة عمره اللي حيث ما طالع بعد، يعني ولد عمره 17 سنة اللي حيث ما تطلع على الأغلب، قال شنو هذا جعله الرسول علينا. صعد النبي المنبر صلى الله عليه وآله وسلم وقال أيها الناس ما مقالة بلغتني عنكم تطعنون في أسامة إنه لجدير بالإمارة، نفذوا جيش أسامة، لعن الله من تخلف عن جيش أسامة. هذا في الحقيقة مو قصة عجيبة، 17 سنة عمره بعد ما طلع لحيته، حتى بعد رسول الله في الروايات أكو هم السنة ذاكرين هذا هم الشيعة، أبو بكر وعمر لأن كانوا تحت أمرته لما كانوا يشوفون أسامة إلى أن مات عمر وإلى أن مات أبو بكر، من يشوفون أسامة السلام عليك يا أمير يقولوا له، باعتبار أن رسول الله توفي وجعل هذا أمير فهو أميرهم، كانوا إذا شافوا بالشارع خش خليفة وشخصية وبعده الجيش والمال وكل شيء، مع ذلك كان إذا شاف أسامة وأسامة شاب صغير عمره 17 سنة يقول السلام عليك يا أمير. وبعدين خذ كبر أسامة بطبيعة الحال، يعني إلى هالحد هذول الشباب اللي كانوا يرحون يعملون يفتحون مدن حكام مدن وجديرون أيضا، يعني مو اسمي أو روتيني، يسببون إسلام الناس. صارت قصة صغيرة مناسبة إلى قصة أسامة، أحد الخلفاء العباسيين اسمه المهدي العباسي، هذا ذات يوم جاء إلى البصرة، شاف فرد مكان فرد جيش من العلماء جاي يمشون، جيش كبار السن شخصيات جاي يمشون، تعجب هذول وين يروحون شنو يريدون يسوون، هو من بعيد جاي يجي ما يشوف، بس يشوف جيش من العلماء متوجهين، هذول من هالصوب جاي يجون، الخليفة مع كوكبته من هذا الصوب كان يأتي. لما التقيا يعني جيش العلماء جيش الخليفة كوكبة الخليفة، الخليفة سأل من فرد واحد يقول شنو وين يروحون، قال هؤلاء القضاة شخصيات القضاة كبار القضاة، قال زين وين يمشون، قالوا إلى مهمة يروحون، حسنا قضاة ما البلاد الإسلامية كانوا كأنه عندهم اجتماع شيء هناك، فشاف أمامهم يمشي فرد ولد بعد ما طالع لحيته أمامهم يمشي وهذول كلهم يحترموه يمشون خلفه، تعجب فقال له وصل إليه قال له ما اسمك يا فتى، سأل عن اسمه المهدي العباس الخليفة، سأل اسم هذا الولد اللي يمشي أمام العلماء القضاة ما اسمك يا فتى، قال اسمي إياس، قال كم عمرك يا فتى، كم عمرك يعني شنو، هو إياس حس لأنه هذا يريد إهانة، يعني شنو عمرك تقدم هؤلاء، قال إياس عمري عمر أسامة حيث جهز رسول الله تحت إمرته كبار الصحابة وفيهم أبو بكر وعمر، يعني أجابه إذا شفتني شوف ذكائي وشخصيتي، فقال له بارك الله فيك سر على اسم الله، يعني يتبين التقابل، لأن أدرك أنه شنو يريد يقول الخليفة وأجابه فرد جواب مقنع، قبل ما يشوفهم وشاف هذا الولد المهدي العباسي قال أف لهذه العثانين، عثانين عثنون، عثنون يعني اللحية يعني اللحى الأربعمية، أف لهذه العثانين أما كان فيهم شيخ يتقدمهم، ما كان فيهم فرد الشيخ يتقدمهم، هذا قال هو سمع، بعدين لما وصل إليه ما اسمك ما عمرك أجابه هذا الجواب. الحقيقة أن الإنسان بهمته على ما أمير المؤمنين يقول يطير المرء بهمته كما يطير الطائر بجناحه، أنا ما أقول أنتم الآن علماء، لا إنسان لازم يهتم، الآن شهر رمضان يأتي ولازم هؤلاء الأصدقاء الجالسين هنا كلهم ينتشرون في الأرض
انتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. كل واحد يروح إلى حسينية إلى مسجد هيئ قرآن يخلي بيان مسائل يسوي يجمع فلوس يطبع كتب أو يشتري كتب ويوزع كتب. صعب خليكم صعب. الإنسان الذي لا يريد الصعوبة لا يصل إلى مكان. الإنسان الذي يتحمل الصعاب يصل إلى مكان، وإلا أي إنسان لا يصل إلى مكان. شهر رمضان في بيتنا أحسن، وعشاءنا أحسن، وفطورنا أحسن، وسحورنا أحسن، ننام صلاة الجماعة نجي ننام حسينية أكو خقراء يفرد واحد يقرأ نستمع. هذا الإنسان لا يصل إلى مكان ولا يوصل أحدا إلى مكان، وإنما صرف عمره اعتباطا. في هذا الشهر رمضان من الآن تهيأوا، مو لازم فرد واحد يدعوكم، لازم أنتوا تروحون. دعوة شنو؟ دعاكم للخطابة تروحون للخطابة، ما دعاكم تروحوا. سووا هيئة، هم عندهم هيئة، تعلموا القرآن، بينوا المسائل، نظموا الشباب، اهدوهم، احفظوهم عن الانزلاق في المحرمات أو في الأحزاب الكافرة الشيوعية وما أشبه. شوقوهم حتى يجمعون فلوس، يطبعون كتب، يوزعون كتب. إذا الإنسان أراد العمل هو يتمكن يتقدم، لكن يجب عليه أن يريد العمل. أما ما يريد العمل، يريد بيته ويريد أكله ويريد شربه، يصومها إن شاء الله تعالى، صومهم أيضا قبول لا شك فيه، لكن هل هذا يعطى ثواب العاملين المجاهدين المكافحين؟ لا يعطى ثوابه لا شك فيه، لأن الله سبحانه وتعالى يعطي كل إنسان بقدر جهاده وجهوده. مثلا فرد واحد منكم يروح إلى فرضا إصفهان أو طهران أو قزوين، إيش هو جماعة؟ لماذا ما عندكم مجلس؟ عندكم مجلس؟ خلوا مجلسين اثنين، خلوا ثلاث مجالس، خلوا أربع مجالس، خلوا مستمر في مجلسكم في محلكم، قراية، توزيع كتاب، جمع الفلوس للفقراء، خدمة الناس. يعني إنسان لازم يكون نشط ويكون حقيقي مجاهد، مو اسمًا اسم يقولون لك أو لي مجاهد، هذا ما يفيد، لأن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم وإنما ينظر إلى قلوبكم كما في الحديث. أظن فرد مرة ذكرت لبعض الأصدقاء، ما أدري أنتم منهم كنتم ما كنتم منهم، فرد واحد من العلماء في مكة اسمه الشيخ عبد الله، هذا فكر أنه أنا بقائي في مكة شنو؟ ذاك الوقت مكة حوزة علمية كانت، أنا بقائي في هذه القصة مال قبل 200 سنة، قرنين أو قرنين ونصف من الزمان، قال أنا شنو بقائي في مكة؟ فأحسن شيء أروح أبلغ فرد مكان وأهدي لي شم واحد أجعلهم مسلمين. الآن في نفس إيران أكو كفار بكثرة، أكو يهود، أكو مسيحيين، أكو عباد الشيطان، هذين الآن موجودين في إيران، فكرين إحنا حتى نهديهم إلى الإسلام؟ أكو بهائية، وكلكم تعلمون كل هذه الأمور، من فكره؟ فكرنا في حقيقة أن نقوي أقلامنا تقوية كبيرة حتى نألف؟ فكرنا في أن نقوي خطاباتنا حتى نخطب؟ فكرنا في أن نفتح نحن الطريق؟ إحنا مستعدين حتى واحد آخر يفتح لنا الطريق؟ مو لازم واحد آخر يفتح لك الطريق. أنت روح إلى أحد القرى الموجودة في إيران. الآن في إيران أكو 70,000 قرية. أنت روح إلى أحد القرى، اهديهم، انصحهم، ارشدهم، اتكلموا وياهم، هم هم اذا شافوك مخلص يحبوك، يلتفون حولك لله ولرسوله. او في المدن، مو لازم الا في القرى، في المدن. يعني احنا لازم ما ننتظر حتى الناس يفتحوا امامنا الطريق ويدعونا ويعطون فلوس ويخلون منبر وكذا وشي حتى انه احنا نروح؟ لا ابدا، احنا لازم نروح. إذا أردنا الله ورسوله والدار الآخرة، وأردنا الخدمة، وأردنا التبليغ، وأردنا الهداية، ما شاء الله أنتم كلكم شباب وكلكم فاهمين وكلكم صحيحين وسالم الأعضاء، لازم ترحوا. فرد واحد
من تجار إفريقيا هو نقل لي هالقصة. أرجع إلى قصة الشيخ عبد الله مال مكة، هو نقل لي هالقصة في كربلاء قبل 30 سنة. قال أنا تاجر، لكن بنائي كل سنة أروح إلى قرية من القرى في شهر محرم أقرأ لهم وأقرأ مجان، هذا هو، ما أخذ فلوس، حتى يعطيني فلوس ما أخذ، لأجل الهداية أروح في شهر محرم في قرى إفريقيا. قال فرد سنة رحت إلى فرد قرية وأسأل من أهل القرية إذا عندهم مبلغ، أنا ما أبقى فيها، أروح إلى قرية اللي ما فيها مبلغ، إذا ما عندهم مبلغ شيء أروح. هو اسمه الله يرحمه توفي حج جعفر شريف ديوجي اسمه كان هذا. قال فرد سنة رحت إلى فرد قرية قبل محرم كان يوم أروح حتى أحصل لي مجلس وأقرأ قربة إلى الله تعالى، ويترك تجارتها، لأنه إذا ترك تجارته معناته أنه يخسر، لكن في سبيل الله يروح. يقول رحت إلى قرية اسألت من بعض اللي موجودين في القرية، قالت عندكم قراية؟ قالوا إيه. عندكم خطيب؟ قالوا لا ما عندنا خطيب. قالوا زين أنا خطيب، إيش قدر تأخذ؟ قلت أنا مجان ما أخذش. قالوا زين شلون خطيب مجان؟ ما شايفين هذا خطيب مجان ليه هسه؟ قلت أنا خطيب مجان. هذا هو. يقول ودوني إلى بيت، إلى بيت شفت منظم هذا البيت فرد يوم قبل المحرم، كل ملبسي سواد ومنبر وزولية والأمور المرتبطة بالشاي موجود وكل شيء، شاي موجود وكل شيء. يقول زين صار ظهر صبح أنا رايح، صار ظهر. يقول لأول مرة ما أروح القرية هم سمى القرية أنا هسه ما أتذكر الاسم. قال ظهر صار ما سمعت أذان. قال صاحب البيت ما سمعت أذان. قال أذان شنو؟ قلت أذان مال الصلاة. قال صلاة شنو؟ قلت إذا ما عندكم يمكم مسجد. قال مسجد شنو؟ قلت أتول عاد شنو دينكم مذهبكم؟ قالوا إحنا بوذيين. بين كل القرية بودائية بوذي. قلت عجبت، قلت عاد قراية شلون تقرون؟ قال إحنا من آبائنا يقرون، فرد واحد شهيد مظلوم وهذا نأخذه بالفال الحسن نقرأ قراية. هذا هو يقول جلس ما يخالف. هو شفت على الشمس وكذا ودورت القبلة وصليت. يقول قراياتهم بالليل لأن هم كسر بيشيك فلاحين بالليل أجوا مجلس امتلأ، شاي طوهم زيان على القاعدة يعني مثل مجالس القرايات. سألت من فرد واحد من هذول، قلت هذول شنو دينهم؟ قال كلهم بوذيين مسلم ما فيهم. قال مسلم يعني شنو اصلا؟ ما سامع باسم المسلم اصلا. يقول صعدت المنبر، صعدت المنبر قلت الحسين جاي هنا في قريتكم، لكن كم واحد ما جايين في قريتكم؟ واحدهم ابو الحسين علي بن ابي طالب ما جاء، واحدهم جد الحسين رسول الله ما جاء، واحدهم اله الحسين الله ما جاء. انا هالسنه اجعل الحسين واسطه حتى يتوسط يجيب الله ويجيب محمد ويجيب علي. يقول من الليلة الأولى أنا شرعت بأصول الدين والله شنو النبي شنو معاد شنو أئمة شنو من كل، يقول فرد تلهفهم يستمعون لأنه ناس طبيعيين بسطاء عاديين ما مخربهم الأهواء والاتجاهات. يقول إلى آخر العشرة كل القرية تبدلوا مسلمين شيعة كل القرية، وعلمتهم الصلاة حسب الليات مكان وكذا وإلى 13 بقيت هناك وأرشدتهم بينت لهم أحكام شيء، صنعوا مسجد يعني فرد مكان صنعوا مسجد مو يعني مسجد بناء كله، وأذان وشيء وطلعت من القرية 13 محرم. إذا هذا الشخص يجيبوه يوم القيامة وإحنا يجيبوننا الله يرحمه يقين الآن يسمع كلامنا في ذلك العالم أو يودوا له كلامنا. حجي جعفر الشريف ديوجي تاجر، بس إنسان لازم هو يفتح الطريق، إحنا مستعدين حتى يفتحوا لنا الطريق. ما لنا إنسان يروح إلى قرية، يروح إلى مكان، يروح إلى حسينية، يروح إلى مسجد، يروح إلى مدينة. أنا خطيب، تحبون أنا خطيب؟ يخطب خطيب عندهم، أنا مقدمة أقرأ. ما أتمكن خطابه، لماذا ما أتمكن خطابه؟ أنا مو شاب. لازم فرد إنسان يحفظ فرد 10 مجالس 20 مجلس. الله يرحم شيخ عبد الزاهر في كربلاء كان هذا يعلم هذول الشباب الصغار
مجالس أعلمهم. يقول أنت مو لازم تروح على المنبر ومن نفسك تحكي، هذا يحفظه، فرد آية قرآنية، فرد رواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فرد موعظة أخلاقية، فرد قصة قرآنية، قصة تفسير كذا، فرد نص ساعة، وفرد قريز وأبيات شعر وكذا، كل يقول هذا إقرأته. عشرات الخطباء شيخ عبد الزهرة طلعهم هالشكل، الله يرحمه، كلهم على الخطباء اللي أعرفهم أنا، لأنه تلاميذ هالشكل. لازم هسه مو لازم أنت تروح تفلسف على المنبر، احفظ فرد عشر مجالس وروح في حسينية أي مكان. والمسلمون إخوة، ما عندنا إيراني عرب أفغاني، أفغاني هندي باكستاني عرب عجم أي إنسان اللي كان، بس عندهم منبر انصحهم توعظهم تتكلم وياهم، بعدين تنزل عن منبر شباب يجتمعون حولك تبين لهم مسائل أحكام قراية شيء، لكن على شرط يكون لك أخلاق. وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. إنسان لازم على طول الخط يكون متواضع، يكون حليم، يكون صبور، ما ينظر إلى بنات الناس بنظر ريبة، يحفظ لسانه، يحفظ عينه، يحفظ أذنه، يحفظ بطنه، يحفظ يده، يحفظ رجله. لقمان عليه الصلاة والسلام، هذا الرجل الذي في القرآن له سورة، إذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، قال لقمان لولده من جملة وصاياه: إذا حفظت مكانا تحفظ عينك عن النظر، تتبوع هنا هنا أعراض الناس، وإذا جلست على المائدة تحفظ بطنك عن الطعام، مو يأكل كل شيء، وإذا جلست في المجلس تحفظ لسانك عن الكلام، مو تتكلم أي شيء اللي صار، وتذكر شيئين وانسى شيئين، تذكر الله والآخرة، الله مشرف عليك والآخرة مقبلة عليك، وانس شيئين إحسانك إلى الناس وإساءة الناس إليك. يعني أحسنت إلى الناس مو تقول للناس أنا أحسنت إليكم أنا صنعت كذا، أبدا، انس إحسانك إلى الناس وانس إساءة الناس إليك. أساء إليك خليس إليك مو. الإنسان إذا صار خلوق، إذا صار ثقيل، يعني خفيف مو خفيف، مو يضحك وكل حكي يحكي وكل كلام يتكلم، صار بطنه يتمكن يحفظ بطنه، شو قعدنا على المائدة، لازم الإنسان يأكل بميزان بمستوى، من هذا أكله من هذا أكله من هذا أكله من هذا أكله، مو صحيح هذا، يعني لازم الإنسان يكون قطعة أخلاق. هذا الإنسان الناس يلتفون حوله، يحبوه، يستهدون به، يسترشدون به، يطلبون فلوس، يسمعون كلامه، ابن مسجد يبنوه، ابن مدرسة يبنوه، ابن مكتبة يبنوه، فرد 10,000 كتاب يطبعوه ويطبعوه. أما لازم يكون هو موزون، هو عاقل، هو مفكر، هو حليم، هو صبور، فلازم هالشكل. وهذا شيخ عبد الله مال مكة، هو فكر أنه أهل شنو في مكة قاعدين مثل طلبتنا الآن، إن شاء الله هذول كلهم في المستقبل شيخ عبد الله. فهذا فكر في أنه يروح إلى فرد مكان جدا بعيد حتى يهديهم إلى الإسلام، قال لهم نحن وظيفتنا الهداية إلى الإسلام. راح إلى فرد مكان من أبعد الأماكن، راح إلى ذلك المكان اللي أهله ريفيين قرويين أهل خيام هالشكل، لا يعرفوا لسانهم، لا ينسجموا وياهم، كل شيء لا يعرف أكلهم شربهم، وهو عالم في طبيعي، بس هو شاف مثلا في مكان خيام أكو، شايفين أنتوا في الصحارى أحيانا أكو خيام، شاف فرد خيمة كبيرة، يعني تبين هذه خيمة الرئيس، راح إلى خيمة الرئيس، شاف في ناس يروحون يجون هالشكل، هم بدائية ويحبون خدمة الإسلام وخدمة التشيع. هؤلاء هذا الشهر رمضان أحسن الشهور، الآن كل واحد منكم يحفظ فرد 10 منابر، 20 منبر، 30 منبر، كتب أصلا موجودة في هذا الشهر،
أو مثلا أحد الخطباء أو خطيب خطيبين ثلاث خطباء إنسان يلتف حولهم يعلموا مجالس، أو أشرطة أكو واخذوا الأشرطة وكتبوا من الأشرطة. الآن كل شيء مهيئ في الحقيقة، بس الشيء اللي نحتاج إليها يسمى بالإمة. نتمكن أنه نتقدم إلى الأمام. والشخص اللي يخدم الناس خطيب كذا هذا محبوب للناس أيضا، واقع الله يحب الناس يحبه. يمكن قسم منكم كنتوا في تشيع جنازة الشيخ عباس الله يرحمه، هذا التحق في الكويت بالمدرسة اللي كانت عندنا هناك، وهناك هو صار طلبة الله يرحمه، طلبة صار لكن ترقى في بعد سنتين شيء، قام يصعد مجالس ومنابر ومنابر كلش حلوة أيضا يصعد. حتى أنا فرد ليلة رحت إلى مجلس ما أشوفه، أنا قاعد بالقبة وخطيب يقرأ برا، شفت فرد خطيب شاب كلش شاب بعده، أنا القصة مال عمره 16 سنة هالشكل قبل 8 سنوات، عجبت مطالب جميلة جاي يجيب وكذا والناس هم يستمعون له وممتلئ المجلس. سألت من فرد واحد هذا منو؟ قال هذا شيخ عباس. ما أدري اسم هذا الشاب اللي أعرفه شيخ عباس، مثل كثير منكم ما أعرف أسمكم بس أعرف هيا كلكم. قال شيخ عباس منو؟ قال هذا في المدرسة، مدرسة رسول الله أعظم كان في الكويت، كان في الكويت. قلت هذا منين؟ قال من طلابنا فرد واحد صديق اللي كنت راحوه. بعد اللي خلص هو اجى يمي، كان سامع هو اجى يمي، قلت اه هذا صديقنا اللي في المدرسه، انا لبالي ما يعرف يصعد منبر اصلا، شوقته وكذا الله يرحمه. شفتوا الان تشيع شلون ناس اجوا بالحقيقه، حتى اذا فرد واحد من اهل قم يمكن انه هالكثر ناس ما كانوا يجوا منبره، لان انسان وقت اللي خدم الناس كعيب اخلص لله، هم حيه محترم هم ميته محترم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، يعني الناس يحبوه، هذا هو الله يجعل حبك في قلوب الناس. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، ود يعني الحب، يعني الناس يحبوك. بس لازم تكون عاقل، كن عاقل كن حليم، كن تجمع بين الناس مو تفرق. احنا اذا قلنا هالجماعه هالشكل وهالجماعه هالشكل احنا نقول على انه احنا من نفرق، لا نفرق، نحن جماعون مو مفرقون. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، هذا مسلم انا مسلم، هو شيعي انا شيعي، هذا في طريق الاسلام احنا في طريق الاسلام، ايه منتهى الامر، احنا عندنا فريق شيعي وعندنا فريق شيعي، احنا لازم نعدل انفسنا خلاص. النبي عدل الكفار، احنا من المكان عدل المسلمين، مسلمين وشيعة واخوة وكل شيء ونتحارب، هذا مو صحيح واقع. حتى اذا هو منحرف او انا منحرف، شوف كلام النبي للكفار يقول هذا الكلام في القرآن الحكيم، انا او اياكم لعلى هدى او في ضلال مبين. يقول انا ما اقول انا مهتدي وانت على ضلال، مع العلم هو على ضلال، وهذا النبي يقول إما أنا في هداية وإما أنت في هداية، إما أنا في ضلال وإما أنت في ضلال. إنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. تفرقتني شنو النتيجة؟ صدام، ببرك كرمال، إسحاق رابين، جميل، هاي تفرقتني نتيجة التفرقات. ولا تنازعوا فتفشلوا، فشل لأن أصابنا الفشل وقت. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، يعني سمعتكم الطيبة شخصيتكم تروح، اوه هذول متنازعين ما عدنا خلاص، يكسر بعضهم رأس بعض. المهم أننا في هذا الشهر رمضان نتخذه ذريعة لتقديم المسلمين، ننصحهم نرشدهم نهديهم نخوفهم من الشرق والغرب، نوزع فيهم الكتب نصحح حمدهم، يطلع منهم فلوس لأجل المشاريع، مو أنه يقول تعال اعطيني فلوس حتى يخاف منك، يقول روح اعطي إلى رئيس الحسينية فلوس فرد 10,000 كتاب يطبع ويوزع. نسأل الله أن يوفقنا جميعا لأن نختمه في هذا الشهر خدمة يرضاها.
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.